بقى ايه؟ بقى بره. طب والاندو ده
일단 딱 그가 매임 바보 طب كل ميزو الأحمر اللي ما بينهم نزال ما بينهم زي ما هو. طب نبص كده على النيورال تيوب. النيورال تيوب إيه اللي حصل لها هنا لو ملاحظ؟ كبر صح ولا لأ؟ تمددت جوه الميزو ديرف حجمها كبير جدا. مش بس كده دي بقت تعمل لي ثلاث سويلينجز كده قدام، ثلاث اتجاهات اسمهم فور برين ميد برين هاي برين. الفور برين ده هيزق الهيد فولد لقدام كده ويعمل لي بنش هسميه باسمه، هسميه فور برين بنش. طيب حاجه ثانيه، البوكوبريتشر برين والبريكارديال كافيتي والسيبتم ترانسفيرسال كانت علاقتهم ايه ببعض؟ كان اول حاجه كرينيال عندي سيبتم ترانسفيرسال يليه بريكارديال كافيتي يليه المورس كودال بكتيريا ممبرين. بعد ما الديبي اتبنى على نفسه كده ولفوا هما الثلاثه كده للفندر اللف بتاعه، نشوف علاقتهم ببعض ايه اللي حصلت. اتعكست، البكتيريا ممبرين بقى هو الكرينيا والسيبتم ترانسفيرسال بقى كودل والبريكارديا كافيتي لازال ما بينهم في النص. يعني كان علاقه البريكارديا البكتيريال ممبرين السيستم ترانسفيرسال اتعكس، اللي كان كرينيال بقى كورد بعد الفول. مش بس كده، نلاحظ ان البكتيريال كافيتي هنا حصل له ايه؟ ايه اللي حصل للحجم بتاعه؟ كبر، فراح عمل لي بلج تاني. فهسمي البلج التاني ده باسمه، هسميه بيريكارديال بلج. يبقى انا كده عندي كام بلج على الفنترال اسبيكت اوف ذا امبريون؟ تو بلجز. واحد بسميه فور برين بلج، واحد تاني وراه اسمه بيريكارديال بلج. طب انا منطقيا كده اما الاقي اثنين حتتين عاليين في ظهرهم مش اكيد هلاقي حفره ما بينهم صح ولا لا؟ طالما ان في حته عاليه وبعدها حته عاليه هلاقي في حفره ما بينهم. الحفره اللي ما بينهم دي هسميها استوموديا. الاستوموديا ده هو الكافيتي او الحفره اللي هتحمل الفيوتشر نيزل كافيتي واورال كافيتي، تمام؟ والباكو فرينشال ميمبرين ده بقى موجود في اخر الحفره في اخر الاستوماتي. طب غير كده كمان ملاحظين ايه؟ ملاحظين ان في جزء من اليوكسيك دخل جوه الامبريو صح ولا لا؟ كنتيجه للفرن. الجزء ده متبطن باندودور. الجزء ده من اليوكسيك اللي دخل جوه تكوين في الامبريو كنتيجه للفولدنج والاندودير مبطنه هتسميه جت. تلاقي الجت ده من قدام بكر فرنجيال ميمبرين وانا هاته من ورا كل واحد ميمبرين. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هشيل اليوكسيك وهشيل الامنيوتيك كافيتي همسحه وهجيب البيبي اوقفه. ده المنظر، ده المنظر بقى اللي هنشتغل عليه محاضرة النهاردة وفي محاضرات تانية كتير لقدام. انتوا اللي هتقولي بقى داخل اسمه ايه؟ اللي بره بره النيورال تيوب اللي هتعمل فور برين ميد برين وهاي برين. والنيورال تيوب دي موجودة جوه الميزو دير. هي اي نعم ده من الاكتو دير، هناخد الكلام ده بعد كده ان هي بدأت من الاكتو دير بس نزلت منه وانفصلت عنه وغطست جوه الميزو دير. طب حد يقول ده اسمه ايه؟ فور برين بلج. طب البلج ده كان اسمه ايه؟ بريكارديال بلج. برافو عليكم. طب الحفره اللي ما بينهم اللي هتعمل لنا الفيوتشر ورا التابت ونزل كافيتي سميناها ايه؟ استوموديا. طب الممبرين اللي في قعر الحفره اسميه ايه؟ باكو فرينجيال ممبرين. طب حد يقول لي كتله الميزودير اللي موجوده بعد البريكارديال كافيتي تستمد ايه يا جماعه؟ سيبتم ترانسفيرسال. برافو عليك. اتفقنا ان الكافيتي اللي في النص ده اللي الاندوديرم مبطنه سميناه ايه؟ جت. برافو عليك. الجت ده هنقسمه لثلاث اجزاء. هنقسمه لفور جت وميد جت وهاي جت. الفور جت ده موجود جوه الهيد فولد، الهيد فولد يعني هو اللي هيعمله، والهاي جت ده معمول جوه التيل فولد، يعني التيل فولد هو اللي هيعمله، والميد جت ما بينهم هم
وهي دي المنطقه اللي انا هشتغل عليها في محاضره النهارده. والفارق ده زي ما زي بقيه الابر عامل زي الاربعه او زي الاسترام، بمعنى ان هو من بره متغطي بالاكتودير. هشيل الاكتودير هلاقي تحتيه ميزودير، هشيل الميزودير هلاقي مبطله جوه من خالص ايه يا جماعه؟ اندودير. سهل الكلام لحد كده؟ طيب الفرنجة والقرش دي هي عباره عن ايه وهتتعمل ازاي؟ خلال الفولدنج، والفولدنج بيحصل يعني مش بعد الفولدنج، لما يجي يبدا البيبي يتني على نفسه كده بالمنظر ده، ادي الوول اوف ذا فارنكس. الوول اوف ذا فارنكس زي ما اتفقنا عباره عن ثلاث طبقات، اكتو من بره واندو من جوه وميزو في النص. ايه اللي هيحصل بقى؟ اللي هيحصل ان الميزوديرم اللي على جانبي الفارنكس هتظهر فيه 6 سلندريكال ميزوديرمال تيكنكس، 6 سلندرز من الميزودير تخينه، يعني مش الميزوديرم هيتخن ككتله واحده كله على بعضه، لا ده سلندر هيتخن وتحتيه حته من الميزودير رفيعه، وسلندر تاني يتخن تحتيه حته من الميزودير رفيعه، وسلندر تحتيه يتخن حته من الميزودير رفيعه، 6 على اليمين و6 على الشمال على جانبي الفارنجيال دكت. طيب اتوقع ان السلندرز دي، السلندرز بتاعت الميزوديرم دي من بره هتبقى متغطيه بايه؟ بالاكتوديرم، صح ولا لا؟ طب من جوه هتبقى متبطنه بايه؟ بالاندوديرم. طب حد يقول لي مش انا عندي حته تخينه وتحتيها حته رفيعه وحته تخينه وحته رفيعه، كان بالظبط عندي جروبس ما بين القشرز دي، تمام؟ الجروف دي اللي موجوده على الاوتر سيرفيس هسميها كليفت. لو انا بصيت عليها كده من على الاوتر سيرفيس هشوفها ما بين السلندرز هسميها كليفت. طب لو انا بصيت على الوول اوف ذا فارنكس كده من جوه هلاقي اكيد جروف زيها بس باينه من الانر وول اوف ذا فارنكس، صح ولا لا؟ الجروفز اللي هشوفها من جوه من الوول اوف ذا فارنكس جوه هسميها باوتش. اوكي؟ طب مش احنا اتفقنا ان الميزوديرم ده من بره متغطي باكتوب، فاكيد الاكتوب هيخش ما بين الكليفز اللي بره كده بالمنظر ده، صح ولا لا؟ يعني معنى كده ان الكليفز دي مين اللي مغطيها لي يا جماعه؟ منطقيا مين اللي مغطي الكليفز دي؟ الاكتوديرم. طب مش احنا قلنا ان الفارنجيال ارشز دي من جوه متبطنه بالميزوديرم، يبقى اتوقع مين اللي المفروض نبطن كمان الباوتشز اللي ما بينها؟ الباوتشز دي متبطنه بايه يا جماعه؟ دي اندوديرم. برافو عليكم. ادي الوول اوف ذا فارنكس، ادي حته من الوول اوف ذا فارنكس وعباره عن ثلاث طبقات، اكتوديرم اللون الاورنج ده، واندوديرم اللون الازرق ده، وميزوديرم الجنب اللي ما بينهم. الميزوديرم الاول كان اخباره ايه؟ اخبار الثيكنس بتاعته ايه؟ كان حته واحده على بعضيها نفس التخانه. الميزوديرم اللي في النص ده هيبدا يعمل 6 سلندريكال ثيكنس. يعني مين؟ يعني عباره عن اسطوانات. الاسطوانات اللي هي لونها بامبا دي. اللي هي الاسطوانات البينك اللي جوه دي شايفينها؟ شفنا ايه اللي حصل هنا؟ دي ميزوديرم، شايفين الاسطوانات البنبية اللي جوه؟ الأول الميزوديرم كان أخباره إيه؟
اتوقع ان الاستموزيوم ده اخره في الحته دي من جوه في ممبرين اسمه ايه؟ بارينجيال ممبرين. والباك بارينجيال ممبرين ده هيفصل ما بين الاستموزيوم وما بين انبوبه هنا اسمها ايه يا جماعه؟ فالز. والارشز دي موجوده على جانبي الفالز، على اليمين كده وعلى الشمال، والفالز موجوده من جوه. اوكي؟ طب حد يقول لي احنا اتفقنا ان الارشز دي طبيعتها ايه؟ ميزوديرمال فيكري. الميزوديرم في الامبريو بنسميه اسم تاني، بنسميه ميزينكايما. ميزينكايما لانها بالظبط ميزوديرم، تمام؟ سلندرز اسطوانات. طب الاسطوانات دي الفيكي طبعا مش بيبقى واقف زي حالاتنا كده، بيبقى عامل كده. اوكي؟ كده بيبقى فنترال وكده بيبقى دورسال. فمعنى كده ان الارشز دي مكانها هتبقى فنترو دورسال، بتبقى عامله كده غير منظرها وانا واقفه كده. بتبقى عامله كده اهو. طب حد يقول لي القرش الفالنجز ده مش هو انبوبه اسطوانيه؟ فالارشز دي لما تبدا تتكون حواليه بتمشي كده ستريت فورورد ولا بتلف؟ بتلف حواليه، عشان كده وصفناها ان هي كيرف، وعشان كده قلنا ان هي ارشز، لان هي لفه واخده تدوير الفالنجز، ما هياش ماشيه ستريت فورورد كده. عرفنا سميناها ارشز ليه؟ الارشز دي لو انا بصيت عليها اللي هي من بره هنا من غلطيه الاكتودرم، طبيعي بقى ان انا بشوفها من بره ده مين؟ الاكتودرم. واكيد لو عليها من الهول اوف ذا فالنجز جوه هلاقيها متبطنه بايه؟ بالاكتودرم. طب اجي اشوف صوره ثانيه كده للبيبي، ده بيبي كده من بوزيشن ثاني، ادي الفور برين باوتش وده اسمه بريكارديال باوتش، والفتحه اللي ما بينهم دي اسمها ايه؟ استوموديا. فاخر استوموديا من جوه في ممبرين اخر هنا اسمه فارينجيال ممبرين، وهنا الفارينس هيبقى موجود جوه، وادي الارشز على جانبي الفارينس. طب لو شايفين كده تقولوا لي الجروب دي اللي موجوده على الاوتر سيرفيس سميتها ايه يا جماعه؟ كليف. والكليف عددها اربعه، تمام؟ واتوقع ان هي متغطيه بالاكتودرم. طب لو انا بصيت بقى على الجروب سيفيلز من جوه ولقيت جروب زي دي بالظبط بس موجوده على الانر سيرفيس بتاع الهول سميتها ايه يا جماعه؟ باوتشز. الباوتشز عددها خمسه، وطبعا هي متبطنه بالاكتودرم. الباوتش من جوه والكليب من بره، الارشز ما بينهم الثلاثه على بعض سميتهم ايه يا جماعه؟ فارنجيال ابريز. اوكي؟ طيب نتفق على اجابات، في اسئله كثيره جدا هتخطر على بالكم في وسط المحاضره. كل واحد يكتب بس الاسئله على ورقه، وبعد المحاضره هنقعد نتناقش فيها سوا، عشان بس وقت المحاضره ايه ليميتد، اللي عنده اي سؤال بس تسجله على ورقه، وبعد المحاضره بقى نقعد نتكلم. الفرنجيال ابريتس او الفرنجيال ارش دي سموها اسم تاني، سموها برانكيال ارش. ليه بقى؟ لان هم لما بصوا على شكل البيبي كده من بره بصوا لقوا الارش دي عامله زي خياشيم السمك. يعني ايه؟ حته داخله وحته طالعه، حته داخله وحته طالعه، حته داخله وحته طالعه، شبه الجلد اوف فيش زي ما احنا شايفين. والجلد اوف فيش ليه الاسم بتاعها برانكيال، عشان كده سموها برانكيال ارش. يبقى احنا سميناها فارينجيال اكوردنج تو ايه؟ اكوردنج تو سايت. طب سميناها برانكيال اكوردنج تو ايه؟ اكوردنج تو شيء. برافو عليك. طيب هل السيرفا ارش بيظهروا في نفس الوقت؟ يعني هل لما انا كده ابص على الفراغ والامبريو يبدا يتكون هلاقي الست طلعوا لي مره واحده؟ لا. اللي بيحصل ان الارش دي بتبدا تظهر في الاسبوع من الاسبوع الرابع للاسبوع الخامس تدريجيا. فروم كرينيا تو كورنيا. يعني الكرينيا والارشز هتبدا تظهر الاول. ادي الفور برين بلش وده البريكارديال بلش وده مكان الاستوماتيوم، معنى كده ان هنا الكرينيا تكون موجوده. ادي اول ارش وادي ثاني ارش، دول اللي هيبداوا يظهروا الاول. بعد كده ابص الاقي هيبدا الارش ثالث يظهر وراه، حجمه صغنن اهو. وهيبدا يكبر في الحجم. وبعدين ابص الاقي بدايه ارش ثاني. كل ما القرش يظهر يعني خلال مثلا ما القرش الثالث ده بيظهر في نفس الوقت القرش الاولاني والثاني بيبداوا بقى يدوا الديريفاتيفز بتاعتهم، تمام؟ وادي القرش الرابع وهكذا تدريجيا كده فروم كرينيا تو بودي. واحد يظهر كرينيا ويبدا الديريفاتيفز بتاعته، يكون اللي وراه بدا، يكون اللي وراه بدا، يكون اللي وراه بدا، وهكذا.
المانديبول هنا، طبعا المانديبول لسه ما اتعملش. هسمي البروسس ده ايه يا جماعه؟ مانديبولر بروسس. والدورسال بارت بتاعه هيرجع يلف لقدام تاني علشان يعمل بروسس تاني اسمه ايه يا جماعه؟ ماكسيلاري بروسس. دي شكلها على نورمال امبل. ادي الفنترال اند بتاعت الفيرست ارش عملت مانديبولر بروسس، والدورسال اند لفت لقدام برضه وعملت بروسس اسمه ايه؟ ماكسيلاري بروسس. طب ده المنظر لو انا بصيت عليه من قدام. فولو بري بلتش، بيريكارديال بلتش، الفتحه اللي ما بينهم دي سميتها ايه؟ استوماتيا. البروسس اللي جاي من قدام ده كده، ادي البروسس ده سميته ايه يا جماعه؟ مانديبلا بروسس. ده الفنترال اند بتاع الفيرست ارش. طب واللي جاي من ورا ولف لقدام كمان هيعمل بروسس اسمه ايه يا جماعه؟ ماكسيلاري بروسس. الى حد ما يعني حاجه كده شبيهه بالفيس، هيبداوا يشاركوا لي في تكوين الفيس. طيب دلوقتي بقى انا عايز اشوف الاستراكشر بتاع الفرينجيال ارش، يعني الميزوديرم اللي هو الارش ده ايه الحاجات اللي جواه. فطبيعي علشان اعرف ايه الاستراكشرز اللي موجوده جوه عايز اخد سيكشن في الفارينج، صح؟ طب احنا عايزين بقى نشوف السيكشن ده هناخده ازاي عشان اشوف ايه البوزيشن بتاعه. ادي شكل الامبريو وادي الفرينجيال ارشز على يعني باقي الامبريو. انا هعمل ايه بقى؟ هاخد سيكشن كده واقوم جايبه الجزء الفوقاني بتاع الامبريو ده هشيله هرميه لان هو مش موجود، ده كان مكانه. وادي الفارينكس، ادي الوول اوف ذا فارينكس والفور بري بلتش والبريكارديال بلتش. وبعدين هجيب الامبريو كده واقوم عاملاه كده وكاني كده بص عليه من فوق. فهمنا السكشن ده متاخد ازاي؟ اي سؤال عليه؟ يبقى لو انا بصيت دي عباره عن ايه؟ دي نيورال تيوب، ودي تكمله النيورال تيوب كانها لفه كده. وادي الفارنجيال ارشز على جانبي الفارنس، والجزء اللي قدام ده شايفين الجزء اللي قدام ده بسميه فلور فارنس. الفلور فارنس ده معمول ازاي؟ موجوده جوه الميزوديرم. اوكي؟ طيب ايه هي الكومبوننتس بقى اللي موجوده جوه الميزوديرم؟ اول حاجه
سكيتا اليمنت يعني هيبدا يدي سكيتا فيرمنت. يعني الكارتريج ده يا اما هيتحول لعظم يا اما هيتحول لليجامنت يا اما ممكن يفضل الكارتريج زي ما هو. اوكي؟ طيب حوالين الكارتريج ده حوالين لقوا ماسكولار اليمنت. الماسكولار اليمنت دي عباره عن ايه؟ عباره عن استرايت المصلز. الاسترايت المصلز دي هتبدا تدي ديريفاتيفز اسمها ماسكولار ديريفاتيفز. هتبدا تدي المصلز بتاعت الايجونيك. تمام؟ طب لقوا ايه تاني جوه الميزوديرم؟ لقوا ارتري ماشي في كل قطر، جوه كل قطر، هو الميزوديرم بتاع كل قطر. الارتري ده ربنا خلقه ليه؟ خلقه علشان يبدا بقى ايه؟ يعمل ديفرنشيشن للارتريز اللي موجوده في الهيد والنيك. يعني مثلا يعني الارتري اللي في القرش الفلاني مثلا هيبدا يعمل لي سبكليبيا ارتري مثلا، والارتري اللي في القرش الفلاني هيبدا يعمل لي ماكسيلا ارتري، واحد فيهم هيبدا يعمل لي كومن كاروتيد ارتري. اوكي؟ طيب اتوقع ان الديريفاتيفز اللي بتطلع من القرش مش هتحتاج نيرف سبلاي. اللي هيحصل ان كل قرش هيجيله كرينيال نيرف محطوط يمشي جوه القرش. طب الكرينيال نيرف ده اصلا جيب مين؟ مش انا كان عندي فارس؟ مش انا كان عندي فارس؟ والفارس ده كان وراه نيورال تيوب؟ النيورال تيوب اللي وراه دي هتبدا تطلع الكرينيال نيرف؟ الكرينيال نيرف هتطلع لقدام كده وتبدا تخش القرش. طب حد هتخشها بهازارد عشوائي؟ لا، ده كل قرش هيخش له كرينيال نيرف مخصوص عشان يغذي الدريفاتيفز بتاعه. كده؟ يبقى اللي فاهمه ان الدريفاتيف ان الكومبوننت اوف ذا قرش عباره عن سكليتال اليمنت دي هتدي سكليتال دريفاتيفز، وماسكلر اليمنت دي هتدي ماسكلر دريفاتيفز، وفاسكلر اليمنت عباره عن ارتي هيتحول الى ارتي ثانيه، والكرينيال نيرف هيدخل لكل ارش هيهاجر من البرين ستيم عشان يخش عشان يغذي الدريفاتيفز بتاعته. دي هنرجع لها. طيب ايه بقى الكرينيال نيرف اللي هتدي كل ارش؟ دي حاجه سهله. أول قرش الفيرست قرش ليه تو بروسيسز، دي بقى ما فيهاش حفظ، يعني هنحفظهم بس ده سهل. ده اسم القرش ده هيغششنا النيرف سبلاي بتاعه. أنا عندي نيرف كان اسمه جيمينال نيرف. الترايجيمينال كانت قسم لثري برانشز اوفثالميك وماكسيلاري ومانديبولا. الاوفثالميك ده أنا ماليش دخل بيه، ده راح للقرش. الماكسيلاري اتوقع ان هو رايح للماكسيلاري بروسس، والمانديبولار اتوقع ان هو رايح للمانديبولار بروسس. تمام. طب تاني قرش، تاني قرش هياخد نيرف سبلاي من الفيشيال نيرف. طب تالت قرش، تالت قرش هياخد نيرف سبلاي من الفلوسو فارينجيال نيرف. طب رابع وسادس قرش، رابع قرش هياخدوا نيرف سبلاي من الفيجس. يعني ترتيب القرش كده لو تقولوا معايا من اول القرش الاولاني للاول القرش السادس، خمسه سبعه تسعه عشر، خمسه سبعه تسعه عشر. ماكسيلاري مانديبولر فيشيال فلوسو فارينجيال فيجس. هو الخمس قرش اكبره ايه؟ الخمس قرش ده الحمد لله مريحنا. ده يا اما ما بيظهرش في الهيومن يا اما بيظهر ويختفي على طول. يعني احنا بالظبط في النهايه لما نيجي نتكلم عن الديريفاتيفز نحط في دماغنا كان بالظبط عندنا كام قرش يا جماعه؟ خمسه بس، لان الخاس بيختفي بيتبقى لي السادس ورا ما بيبقالوش وجود. اوكي؟ طيب ساعات ساعات ممكن ماتش يطلع من قرش ويخش في القرش اللي قبله. البرانش ده هسميه بري كليماتيك نيرف. هو فكرته فكره بسيطه جدا. يعني ايه بري كليماتيك؟ بري يعني قبل، كليما يعني كليفت او عقل. كان بالظبط الكليفت اللي ما بين القرش دي كانها عباره عن عتبات، وانا هخطي العتبه واروح للقرش اللي قبله. طب البري كليماتيك نيرف ده ربنا خلقه ليه؟ حته ريفيجن بقى هنا النك نراجع مع بعض. حد يفكرني كده دلوقتي الفيرست فارينجيال قرش الاندوديرم اللي مغطيه من جوه هيعمل الميوكاس ميمبرين اوف انتيريور سيرفر
ذا طن، تمام؟ خدوا كده المعلومة دي. طب الأكيوتوس حتى هو كان بياخد السبلاين مين؟ كان بياخد جنرال سنسيشن مين؟ لينجوا، صح؟ طب كان بياخد تيست سنسيشن مين؟ كرة البناء. عمرنا فكرنا ساعتها بكرة البناء اشمعنى يعني رابط الأكيوتوس ياخد ذا طن؟ لأن اللينجوا النيرف مع الأسف لا يحمل تيست فايبرز، هو معاه جنرال فايبرز. فساعتها بقى يضطر القرش الأولاني ده يستلف الكرة البناء من القرش اللي بعديه، مش احنا متفقين ان ثاني قرش النرف بتاعه ايه؟ فيشيال، والكرة البناء ده برش من ايه؟ من الفيشيال. الكرة البناء ساب القرش بتاعه وراح للقرش اللي بعده علشان يروح مع الايه والنرف ويدي تيست سنسيشن للانتيريو كروسيتو زبان اللي هو اصلا جه من الليمبوس ميمبرين اوف ذا فيرست قرش. فهمناها ولا اقولها تاني؟ واضحه؟ طيب لما نيجي بقى نتكلم على فرنجيا ابريتس، لما نيجي نتكلم على الدريفيتس او فرنجيا ابريتس هنتكلم على الدريفيتس ارش لوحدها والميزوغير والدريفيتس او كليف لوحدها والدريفيتس او بارش لوحدها. اوكي؟ زي ما اتفقنا الستيك دريفيتس بتاعت الميزوغير الفرنجيال ارش بتظهر كايه يا جماعه؟ مرات الكارتلج ماشي جوه الميزودير بتاع الكارتلج. نعد مع بعض، ادي اول ارش، ده كده الماكسيلاري بروسس وده كده المانديبولار بروسس، ادي تاني ارش، تالت ارش، رابع ارش، سادس ارش، ادي الكارتلج بتاع الفيرست ارش. الكارتلج ده هسميه ميتريكس كارتج، وده الكارتج بتاع تاني ارش، الارش ده اسمه رايتشارد كارتج، وادي الارش بتاع الكارتجينس بار بتاع تالت ارش، وادي رابع ارش، وادي سادس ارش، ده اسمه معاه، هما بس مسميين الاول كده. طب حد هنا ملاحظ حاجه؟ لان الرابع والسادس هيعملوا حاجات مع بعض، دي اول ملاحظه. في ملاحظة تانية لو حد فيكم كده قوي الملاحظة هل في قرش كده؟ هل في قرش في الماكسيلاري بروس بتاع الفيرست قرش؟ برافو عليك، مفيش كارتلج. الكارتلاجينوس بار في الفيرست قرش، الكارتلاجينوس بار هيمشي في المانديبولار بروس بس مش هيمشي في الماكسيلاري. يبقى عشان نتفق ان الفيرست قرش الكارتلج اللي موجود فيه موجود في المانديبولار بروس مش الماكسيلاري بروس. اوكي؟ طيب دلوقتي بقى عايزه ابدا اشوف ايه هي السكليتال دريفتس اللي هتطلع من القرشس وايه هي الماسكلر دريفتس. الماكسيلري بروسس اوف فيرست قرش، الماكسيلري بروسس هيعمل ثلاث عظمات، هيتحول في ثلاث عظمات. العظمات دول عباره عن ماكسيلا زي كروماتيك بون وجزء من التمبرال. طب حد كده ممكن يسالني هو العظم ازاي هيطلع مع ان انا لسه قايله من شويه ان الارض ما فيهوش كارتلج؟ حد ممكن يفكر؟ هو ما ينفعش يا جماعه ان الميزنكاي يدي عظم على طول من غير كارتلج في النص؟ مش حاجه اسمها امبريوس سبيشن، صح؟ بالظبط. طيب تاني ارش ده مكان الكارتلاجينوس بار، سوري لسه بقى المانديبولار بروسس اوف ذا فيرست ارش، انا كده خلصت المانديبولار بقى. اتفقنا ان الكارتلاجينوس بار اللي موجود في الفيرست ارش في المانديبولار بروسس سميته ايه يا جماعه؟ ميكريكس كارج. ده مكان هنا بورزل وهنا بنت، وده مكان الميكريكس كارج، والميكريكس كارج ده موجود في المانديبولار بروسس اوف ذا فيرست ارش. نبدأ نشوف بقى الميكلز كارتلج ده هيديني ايه. طبعا انا لما واقفه كده انتيري بوستيريو، انا واقفه كده انتيري بوستيريو بس وديني كده دورسال وفنترال. طيب من ورا لقدام فروم دورس
هيبوفيليس وليجمنت بسميه سفيرو مانتيبولار ليجمنت. امال بقيه الكارتج اللي قدام ده ايه اللي هيحصل فيه يا جماعه؟ هيختفي، مش هيبقى موجود، مش هيبقى له وجود. يبقى الميجلز كارتج هنا الثاني عظمتين والثاني تو ليجمنتس، عظمتين انكس هوميليس وتو ليجمنتس انتيريو ليجمنت هوميليس وسفيرو مانتيبولار ليجمنت. طيب الكارتلج بتاعت الحرش اللي اسمه رايشرز كارتلج التاني ايه؟ من ورا القدام. انا طبعا عملت اتنين قص كده الفيرست ارش، فطبيعي ان انا ايه؟ هكمل. الكارتلج تحت ايه؟ ستيبس. لما هنزل كده من فوق لحد تحت ستيبس، ستايلاي بروسس، ستايلو هايوي ليجمنت، لسر هو اوف هايوي، ابر هاف اوف ذا بادي. يعني هو سيمبلي اداني عظمتين فوق وعظمتين تحت وليجامنت ما بينهم. عظمتين فوق ستيلس وستايلويد بروسس، عظمتين تحت لسر هو وابر بار اوف بادي اوف هايوي فوق، وليجامنت هيوصل لي ما بينهم اللي هو الستايلو هايوي ليجمنت. طب ده الارش ايه هو السكليتال بريفيت بتاع الارش؟ ببساطه كده تالت ارش هيكمل الهايوي، يعني هيعمل ايه؟ هيعمل الكريت هو وهيعمل اللور بار اوف ذا بادي. طب رابع وسادس ارشز، رابع وسادس ارشز هيكملوا الكارتجز اوف ذا لاريكس. زي ما قلت لكم كده في الاول ان البارز والكارتج دي قلت لكم في الاول ان هي ممكن تدي بونز وممكن تدي ليجامنتس وممكن تفضل كارتج زي ما هي، ممكن تدي بونز زي الميدياس والانكاس والستيبس والستايلويد بروسس، ممكن تدي ليجامنتس زي الانتيريور ليجامنت والميدياس والسفينه مانديبولار ليجامنت والستايلوهايويد ليجامنت، ممكن تفضل كارتج زي ما هي زي الرينجيال كارتج. اوكي ده بالنسبه ليه للسكليتال دريفيتس. طب المسكلر دريفاتيف انتوا بقى بتقولوا ايه؟ المسكلر دريفاتيف دي احنا مش هنعرفها، مش هنفكر، احنا هنعرفها ريتروجريد من الهيدا نيك. اول حاجه اول ارش نحاول ما نبصش على المربع اللي في الجنب ده، اول ارش بياخد نفس الكوين منين؟ من المكسلري والمنتبل. المكسلري سنسوري ما بيديش عضلات، يبقى هنتكلم عن المنتبل. طب المنتبل لو نرجع كان بيدي ايه من غير ما نمشي؟ بيدي اربعه مسلس اوف ماستيكيشن وبيدي سمايلو هايوي وانتيريو بيري اوف دايجستريك وتو تيرفيس، صح ولا لا؟ طيب تاني ارش، تاني ارش كان بياخد نيرف سبلاي منين يا جماعه؟ من الفيشيال نيرف. ما نغشش بعض، محدش يبص هنا، بصوا لي انا. الفيشيال نيرف كان بيدي ايه من الهيدا نيك؟ كان بيدي عضلات الفيس وعضلات فوقيها سكيل وعضله تحتيها بلاتيزا وعضله اسمها ستابيتيس وعضله اسمها ستايلو هايوي وبوستيريور بيلي اوف دايجستيك. برافو عليك. طب تالت ارش كان بياخد نيرف سبلاي منين قبل ما يجيب المربع؟ احنا اتفقنا ان ارقام الارش ايه؟ ارقام الميلينير 5 7 9 10، يبقى هو بياخد نيرف سبلاي منين؟ ولوس فارينجيال نيرف.
المانديبولا بروسس كان فيه بار اوف كارتريج، البار اوف كارتريج كان اسمه ايه؟ ميكري كارتريج. يبقى المانديبولا بروسس ده كان فيه كارتريج جواه اسمه ميكري Hi.